يرتزق إمام يذكر اسمه في معرض الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه. كالرجل الذي عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من غيره، كان إدراكه لجلال هذا الرسول العظيم إدراكا شديدا، ومن ثم كان أدبه مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته ومع ذكراه في مماته أدبا فريدا. صلى الله عليه وسلم في سفر ولا في حضر، ولقد شهد المشاهد كلها والغزوات جميعها، وكان له يوم بدر شأن مذكور مع أبي جهل الذي حسدته سيوف المسلمين في ذلك اليوم الجليل. وعرف خلفاء الرسول وأصحابه له قدره، فوالله أمين.